الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إذا قاء الطفل على ثوب أمه هل يبطل وضوءها وهل يجب عليها غسله؟ الحمد لله، أما بطلان وضوئها فلا يبطل وضوءها قولا واحدا لأهل العلم رحمهم الله، إنما اختلف العلماء في وضوء من قاء أي من خرج منه القيء، وأصح الأقوال أن وضوء من تقيأ باق على حاله، ولكن يستحب له أن يتوضأ كما بيناه في موضع آخر. وأما هل يجب عليها أن تغسل قيئه، فأقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم القيء أهو نجس أم طاهر، على قولين لأهل العلم. والقول الصحيح عندي والله أعلم أن القيء طاهر، لأنه شيء من الأشياء وعين من الأعيان، والمتقرر في القواعد أن الأصل في الأشياء الطهارة والأصل في الأعيان الطهارة، إلا بدليل يدل على تحريمه، وكونه مستقذر أو النفوس تستخبثه هذا نعم، ولكن ليس كل شيء تستقذره أو تستخبثه نفوس البشر يكون نجسا، فإن النجاسة عين مستقذرة شرعا، قام الدليل الشرعي الصحيح الصريح في كونها نجسة. وأما العين التي لم يأتي دليل على نجاستها فإنها طاهرة. وعندنا هنا فائدة، وهي أن القيء يتبع حكم الذات، فإذا شككت في حكم قيء أهو طاهر أم نجس فانظر إلى ذات من تقيأ، فإن كانت ذاته طاهرة فقيئه طاهر، وإن كانت ذاته نجسة فقيئه نجس، وبناء على ذلك فقيء الآدمي طاهر، لأن ذات الآدمي طاهرة، وقيء الكلب نجس لأن ذات الكلب نجسة، وقيء الهرة طاهر لأن ذات الهرة طاهرة وليست بنجسة، وقيء الخنزير نجس لأن ذات الخنزير نجسة، وهكذا. فإذا إذا شككت في حكم قيء فانظر إلى ذات من تقيأ، ولا جرم أن الآدمي ذاته طاهرة فيكون قيئه طاهرا، فإذا دل على كونه طاهرا الأصل والنظر. أما الأصل فلأن المتقرر في الأشياء أنها على أصل الطهارة، وأما من النظر فلأن ذات الآدمي طاهرة والقيء له حكم الذات. فلا يجب عليك غسله، ولكن جرت العادة أن مثل هذا الأمر المستقذر في باب النظر لا ينبغي إبقاؤه على الثياب، فيغسل لإزالة الاستقذار لا لإزالة النجاسة، فيغسل لإزالة الاستقذار لا لإزالة النجاسة، كما يغسل المني من الثوب. هل نحن نغسل المني فيما لو وقع على ثيابنا من باب كونه نجسا؟ الجواب لا، ولكن من باب إزالة صورته المستقذرة، فهو يغسل لإزالة صورته المستقذرة لا لأنه نجس، والله أعلم.